هيا بنات واحلى بنانيت شيرو في الدنيا دي كلها. فيديو النهاردة بقى يا بنات برعاية ماما طبعا ست الحبايب. النهاردة اول ما صحيت من النوم لقيت ماما بتوضب في البيت وبتظبط كل حاجة. ماما عايزة حاجة ساعدك في البيت. يا شيرو اعملي كذا، يا شيرو اعملوا كذا، يا شيرو سوي كذا. يعني انا النهاردة حرفيا يعني ساعدت ماما جدا في البيت وعملت معاها حاجات كتيرة قوي، لدرجة ان انا حرفيا دراعي تعبني جدا من غسل السجاد ومن الملابس. بصوا هتشوفوا الفيديو دلوقتي كله وهتشوفوا انا عملت ايه وساعدت ماما في البيت ازاي. وبصراحة بنات الفيديو حلو قوي وجميل جدا، وعشان ما طولش كمان الفيديو واقعد اتكلم كتير 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 وانتوا هتشوفوا كل حاجة في الفيديو دلوقتي، فيلا بينا بسرعة نبدأ الفيديو. هيا بنانيتي، طبعا اول حاجة ماما قالتها لي ادخلي على البلكونة لمي الغسيل اللي على الحبل، وبعد كده جيبي باقي الغسيل انشري وطبقي الغسيل وحطي كل حاجة في دولاب كل شخص، كل حاجة يعني انا في الاخر اوضب الملابس دي كلها برضو واطبقها واحط كده الحاجات متطبقة وادخلها في دولاب كل شخص. يلا بينا دلوقتي نلم الغسيل ونجيب باقي الغسيل ونشره، وبرضو نرجع لماما نشوفها عايزة ايه تاني نعمله من تجهيزات البيت عشان اخلص نفسي بسرعة بسرعة بسرعة. فيلا بينا. طبعا ملميت الغسيل كله ودخلته على السرير، طبعا انا لسه ما وضبتوش، هجيب الغسيل من جوه وانشر تاني الغسيل على الحبل، فيلا بينا نعملهم سوا. هروح بقى دلوقتي اشوف ماما محتاجة مني ايه تاني ان انا اقدر اساعدها فيه واعمله لها في البيت، فيلا بينا. ماما انا دلوقتي خلصت البلكونة ولميت الغسيل ونشرته، عايزاني اساعدك في ايه تاني؟ ها؟ حرام عليك يا ماما خففي شوية. ها؟ ماشي حاضر اوكي. دلوقتي يا بنات ماما طلبت مني ان انا اغسل السجاده الصغيره بتاعه الصاله عشان دي اللي فاضله، وبعد كده امسك الصاله امسح الارض واظبطها. فاول حاجه هعملها دلوقتي ان انا هبدا اشيل السجاده الصغيره واخدها على البلكونه وابتدي اغسلها، وبعد كده نبقى نروق الصاله مع بعض. فيلا بينا. ماما شكلها النهارده يعني بصوا هتعمل معايا اللي ما تعملش في حياتها، فيلا بينا. وخلصت كمان البلكونة وغيرت ملابسي لان ملابسي كلها كانت مية واتبهدلت من السجاد، فدلوقتي هريح شوية وبعدين هكمل لماما الصالة اللي طلبتها مني واخلصها لها عشان تفضل كل حاجة تبقى نظيفة وكويسة. فانا قلت لها بقى ايه هاخد كده شوية راحة لان حرفيا ايديا من هنا لهنا وجعتني جدا من غسل السجادة، ففعلا مش قادره الموضوع صعب جدا. وبعدين هي مش سجاده واحده اللي انا غسلتها، يعني انا مساعده ماما في 3/4 السجاد اللي في البيت كله او في البيت عامه،
في ايديا من هنا للاخر حرفيا وجعاني جدا، فانا هريح شوية وبعد كده هعمل الصالة دي يا بنات وهفرجكم على كل حاجة اكيد وانا بعملها. انتوا كمان اكتبوا لي يومكم عامل ازاي وساعدتوا ماما في البيت ولا لا، وبتعملوا ايه اساسا، خلصتوا البيت بتاعكم غسيل السجاد ولا لا، اكتبوا لي كل حاجة في التعليقات. فانا دلوقتي هريح شوية وبعد كده هظبط الصالة. الحاجه اللي كانت طالباها مني وخلصت لها الصاله ومسحتها لها كويس جدا، وطبعا احنا لسه ما فرشناش اي حاجه خالص في الشقه عشان خاطر طبعا ماما الحاجه ما تتبهدلش، فما نفرشهاش دلوقتي طبعا كل مامهاتكم كده برضو. فاحنا هنفرش الحاجه يا يوم الوقفه يا قبل يوم الوقفه بيوم، هنبدا بقى نفرش الدنيا دي كلها. فانا هروح لماما اشوفها عايزه مني ايه تاني وارجع لكم. دلوقتي بقى يا بنات سالت ماما، والله يا ماما عايزه اعمل لك ايه تاني يا حبيبتي يا قلبي يا روحي، عشان تقولي خلاص يا حبيبتي انت تعبتي معايا اقعدي بقى ريحي ما تعمليش اي حاجه ايفر نيفر فور ايفر. لا يا حبيبتي روحي اعملي الحمام وخلصي وبعد كده نشوف هنعمل ايه تاني. فهروح دلوقتي بقى اوضب الحمام فيلا بينا. خلصت الحمام كله وخلصت كل حاجة ووضبت كل حاجة، بس الموبايل فصل مني وانا بصور، فبعد ما خلصت رجعت لكم تاني عشان اقول لكم اخر التحديثات. فدلوقتي فاضل 15 دقيقة بالظبط والمغرب هيأذن، وطبعا اليوم كله صايمة ومرهقة جدا وعطشانة جدا، ودراعي ده وجعني حرفيا جدا من اول هنا يا بنات بجد، فانا مش قادره. فانا بقى دلوقتي هقوم اخد شاور عشان احس كده بالانتعاش وافطر وبعدين اعمل المونتاج وارجع لكم تاني. 2000 years later. وبعد طبعا ما شفتوا الفيديو يا بنات، هو ده كان الفيديو اللي انا عملته وده كان روتيني مع ماما واللي انا عملته وساعدته في البيت. فقولوا لي شطوره يا شيرو، وكمان ما تنسوش تحطوا لايك على الفيديو وتقولوا لي رايكم في التعليقات. بحبكم جدا وبس والله.